السلام عليكم، يا هلا بالشباب، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. اليوم رجعنا وياكم فيديو هواية منكم طلبة من عندي، هو فيديو الاسعار. طبعا صار لنا فترة كلش طويلة ما مسوي لكم هذا الفيديو، لكن حبيت اليوم اسوي لكم اياه بطريقة مختلفة عن كل الطرق السابقة اللي سويتها بالقناة. يعني فيديو الاسعار اليوم راح يكون بعدة تقسيمات. اول شيء راح اعطيكم اسعار شركة ابل بجزء واحد، بعدين راح اقسم لكم الاسعار لجزء وافضل الخيارات اللي هي اقل، مثلا فئة ال 150 دولار فما دون، فهذه الأجهزة شنو الموجودة 150 إلى 250 دولار، شنو الأجهزة الموجودة بهذه الفئة، وانت صاعد لحد 500 دولار، بعدها تيجي الأجهزة الفلاكشيب. راح أعطيكم كل واحد بتقسيمه واحد، لكن مثل ما قلت لكم راح أبدي أول شيء بشركة أبل وأجهزتها، لأنها معروفة أسعارها وأسعارها ثابتة، لكن أجهزة الأندرويد هواية هواية أنواع، فراح أعطيكم أفضل الخيارات اللي موجودة بكل فئة سعرية، وبعدها أنت تشوف كل جهاز وتقرر. بعض الأجهزة اللي راح أذكرها مسوي لها ريفيوات بالقناة، وبعضها لا، فتقدر تسرج عليها وتشوف شنو مواصفات كل جهاز، وبعدها تقرر أنت شنو اللي يناسبك. فحتى ما أطول عليكم خليني أبدأ الأسعار. طبعا كل أسعار الأجهزة راح أذكرها متوفرة بعدة مراكز ببغداد، سواء بشارع الربيعي أو المنصور، فأنت إذا شفت سعر الجهاز شوية يختلف عن السعر منطقتك فشي طبيعي، 5 دولارات 10 دولارات فرق، وهذا الشيء طبيعي. فحتى ما أطول عليكم يلا خلوني أبدأ. فد لايك سريع من ايدك الحلوة ويلا نبلش. انا محمد واهلا بيكم بفيديو اليوم. اول شيء راح ابدي اياكم اسعار شركة ابل. مثل ما ذكرت ادنى اول جهاز من ابل هو الايفون 11، ذاكرة 128، سعره 570 دولار. طبعا راح اذكر السعر فقط بالدولار، والسعر بالدينار راح يظهر امامكم على الشاشة. نجي على الجهاز اللي بعده الايفون 12 برو ماكس، ذاكره 256، دبل سيم كارد، سعره 1035 دولار. اما سلسله الايفون 13 المتوفره، فمتوفر ايفون 13 ذاكره 128، سعره 805 دولار، والايفون 13 برو ذاكره 128، سعره 1000 دولار، والايفون 13 برو ذاكره 256، سعره 1130 دولار، والايفون 13 برو ذاكره 512، سعره 1360 دولار، الايفون 13 برو ذاكرة 1 تيرا بايت، سعره 1550 دولار. نجي على الايفون 13 برو ماكس، ذاكرة 128، سعره 1125 دولار، والايفون 13 برو ماكس ذاكرة 256، سعره 1195 دولار. اما الايفون 13 برو ماكس ذاكرة 256 دبل سيم كارد، فسعره 1299 دولار. اما ايفون 13 برو ماكس ذاكرة 512 ودبل سيم كارد، سعره 1600 دولار. نجي هسه على السلسلة الجديدة الايفون 14، موجود الايفون 14 ذاكرة 128، سعره 950 دولار. اما الايفون 14 ذاكرة 256 فسعره 1070 دولار. اما الايفون 14 برو ذاكرة 128 فسعره 1215 دولار. اما الايفون 14 برو ذاكرة 256 فسعره 1330 دولار. نجي هسه على الايفون 14 برو ماكس ذاكرة 128 كل الألوان، سعره 1350 دولار. أما اللي لون بنفسجي فسعره 1375 دولار، يعني فرق بالألوان 25 دولار. أما اللي ذاكرته 256، طبعا هاي نسخة شرق أوسط، سيم كارت واحد مو دبل سيم كارت. أما اللي ذاكرته 256 كل الألوان فسعره 1450 دولار. أما اللون البنفسجي البيربل فسعره 1475 دولار. ايضا موجود الايفون 14 برو ماكس ذاكره 512، سعره 1650 دولار، والايفون 14 برو ماكس ذاكره 1 تيرا بايت فسعره 1990 دولار. شباب شو اخبار السايبه؟ بيش هسه؟ يمكن 25 ورقه، كمل هسه 6 ورقات واشتري لك سايبه احسن لك من الايفون. نجي هسه على الايفون 14 برو ماكس، لكن هنا دبل سيم كارد، ذاكره 256، سعره 1600 دولار. طبعا هاي كل الالوان. اما الايفون 14 برو ماكس ذاكره 512 دبل سيم كارد لون البنفسجي فسعره 1650 دولار. اصدقائي هاي معظم اجهزه الايفون اللي متوفر حاليا بالسوق. اعرف راح تسالوني على الاصدارات القديمه، لكن بصراحه بس هاي الاسعار اللي حصلتها، اكيد اذا حصل اسعار اكثر اكيد راح اضيفها بالفيديو القادم ان شاء الله. نجي هسه على الفئات الاندرويد اللي مثل ما ذكرت لكم راح اقسم لكم اياها الى فئات. ابدي وياكم فئه ال 150 دولار، كل الاجهزه اللي اسعارها من 150 دولار فما دون، شنو انسب الخيارات الك؟ انا اختاريت لكم تقريبا 5 اجهزه بهذه الفئه ممكن تشتريها، طبعا تبقى القناعه الك. اول جهاز عندك الريلمي سي 30 ذاكره 32، سعره 89 دولار. عندك السامسونج جالكسي اي 03 ذاكره 64، سعره 113 دولار.
وعندك أيضا من إنفينكس اللي هو 12 بلاي ذاكرة 128 سعره 130 دولار. أيضا موجود من جالكسي الأي 13 ذاكرة 64، طبعا هذا جهاز مناسب هذه الفئة سعره 137 دولار. وأكيد آخر جهاز ويانا الأونر الأكس 7 ذاكرة 128 سعره 149 دولار. أصدقائي مثل ما ذكرت هذه الأجهزة بهذه الفئة ممكن تختار أي أحد منهم حسب ميزانيتك وحسب الشيء اللي يناسبك. ننتقل للفئة المدمرة اللي بعدها اللي هي ما بين 150 دولار إلى 250 دولار. اخترت لكم هنا تقريبا 10 أجهزة، شوف شنو اللي يناسبك واختاره. أبدي وياكم جالكسي الأي 23 ذاكرة 128 سعره 177 دولار، والجالكسي الأي 32 ذاكرة 128 أيضا سعره 212 دولار. أيضا الإنفينكس نوت 12 برو ذاكرة 256 سعره 208 دولار، والبوكو M5 S اللي نزل جديد بالسوق ذاكرة 128 سعره 176 دولار. أيضا موجود من ريدمي نوت 11 S ذاكرة 64 سعره 220 دولار، وإذا تريد تأخذ نسخة البرو اللي ذاكرة أيضا 128 فسعره 239 دولار، يعني فرق 19 دولار بين النسختين، شوف شنو يناسبك واختار. أيضا موجود من أونر عندنا جهازين، أونر الأكس 8 ذاكرة 128 سعره 190 دولار، والأونر الأكس 9 ذاكرة 128 سعره 220 دولار. أيضا عندنا الريلمي 9 ذاكرة 128 سعره 219 دولار. وآخر جهاز بهذه الفئة اللي أرشح لكم إياه هو الريلمي 9 برو ذاكرة 128 سعره 247 دولار. هسا ننتقل للفئة اللي ما بين 250 إلى 350 دولار، وشوف شنو الخيارات اللي موجودة. تقريبا 8 أجهزة ضفت بهذه الفئة. أول جهاز الإنفينكس نوت 12 VIP ذاكرة 256 سعره 278 دولار. عندكم الشاومي 11 لايت 5G ذاكرة 256 سعره 280 دولار. أيضا موجود الريدمي نوت 11 برو بلس ذاكرة 128 سعره 339 دولار. أيضا من بوكو عندنا 3 أجهزة من بوكو بهذه الفئة مميزات. أيضا البوكو الأكس 4 برو ذاكرة 8256 سعره 282 دولار، والبوكو الأكس 4 جي تي ذاكرة 628 سعره 319 دولار. أيضا موجود البوكو الأف 4 ذاكرة 256 سعره 354 دولار، فرق 4 دولارات طلعت على الرينج، لكن الجهاز يستاهل أضيفة ويا هذه الفئة. أيضا موجود الجالكسي الأي 33 ذاكرة 128 سعره 294 دولار، وآخر جهاز أيضا موجود الريالمي 9 برو بلس سعره 325 دولار. هسه خلينا ننتقل وياكم الفئة قبل الأخيرة اللي هي ما بين 350 دولار إلى 500 دولار. هنا تقريبا موجودة 6 أجهزة ضفت لكم هذه الفئة. عندكم الشاومي 12 لايت ذاكرة 256 سعره 358 دولار. عندكم الشاومي 11 تي برو ذاكرة 12 256 جيجا بايت سعره 485 دولار. أيضا عندكم السامسونج جهازين، هو الجالكسي الأي 53 ذاكرة 256 سعره 385 دولار، والجالكسي الأي 73 ذاكرة 256 أيضا سعره 465 دولار. أيضا موجود الأونر 70 ذاكرة 128 سعره 399 دولار، وآخر جهاز هو الناثينج فون 1 ذاكرة 128 سعره 469 دولار. هذه الأجهزة ضمن هذه الفئة. أما نجي للأجهزة اللي فئت من 500 دولار فما صاعد، فهي أغلبها أجهزة فلاكشيب. يعني من سامسونج أبدو ياكم موجود الجالكسي الأس 22 العادي ذاكرة 8256 سعره 799 دولار، والجالكسي الأس 22 بلس أيضا ذاكرة 8256 سعره 899 دولار، والجالكسي الأس 22 ألترا ذاكرة 12256 سعره 1149 دولار. طبعا هاي كلها وياها هدايا. أيضا جالكسي زي فليب 4 سعره 899 دولار، جالكسي زي فولد 4 سعره 1499 دولار. طبعا أيضا هذني جنويان هدايا ذكرنا لكم ياها فيديوهات المراجعة تقدرون تشوفوها. نجي أيضا عندنا الشاومي 12 ذاكرة 256 سعره 650 دولار، والشاومي 12 برو ذاكرة 256 سعره 770 دولار. أيضا عندنا من بوكو البوكو الأف 4 جي تي وليس العادي اللي ذكرناه ذاكرة 256 سعره 549 دولار، والبلاك شارك 5 برو ذاكرة 8256 سعره 659 دولار، وآخر جهاز ويانا اليوم هو الريالمي جي تي 2 برو ذاكرة 256 سعره 640 دولار.
أصدقائي هذه قائمة الأسعار وأفضل الخيارات اللي موجودة بالنسبة لك بكل فئة. شوف شنو الفئة اللي تتناسبك وشنو الميزانية اللي عندك واختار. أتمنى الفيديو نال إعجابكم وكان بسيط وسريع وخفيف وطاكم فكرة عن الأسعار اللي موجودة حاليا بالسوق. أكيد إذا عجبك الفيديو لا تنسانا تشترك بالقناة وشاركه ويا أصدقائك وسوينا لايك للفيديو. أكيد تحياتي لكم ونشوفكم بالفيديو القادم. في أمان الله.